أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قالت قوات سوريا الديمقراطية إن عناصرها تقوم بآخر المعارك في مدينة الرقة، وأضافت أنه تم السيطرة على 80% من المدينة، وأشارت القوات إنها تلاحق آخر فلول مقاتلي داعش المتمركزين داخل مستشفى الرقة، ويتخذون من المدنيين دروعا بشرية داخلة، فيما تتواصل الاشتباكات في محيط صوامع الحبوب والملعب البلدي. من جانبه قال بيرت ماكغيرغ الموفد الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش إن هناك خطة إنسانية واسعة النطاق ستنفذ بعد الخروج الكامل للتنظيم من المدينة. وأردف ماكغيرغ أنه تم بالفعل تحديد مئات المواقع في الرقة من أجل تنفيذ عمليات إزالة فورية للألغام منها. أعلن المركز الأوروبي لحقوق الدستورية وحقوق الإنسان تسليم نحو 27 ألف صورة غير منشورة قبلاً سربها مصور سابق في شرطة النظام السوري العسكرية للقضاء الألماني الذي يحقق حول جرائم النظام السوري. وأضافت المنظمة أن هذه الصور تظهر التعذيب المنهجي الذي يمارسه النظام. وأضافت المنظمة أن النيابة العامة الألمانية قد تستخدم هذه الصور لإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مرتكبي هذه الجرائم. قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات إن بلاده قدمت إلى اليمن حوالي 2,300,000,000 دولار لمساعدة 10 ملايين يمني ودعم عدد من المنظمات العاملة في اليمن، على رأسها منظمة الصحة العالمية لمواجهة وباء الكوليرا وشلل الأطفال. قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد إن قرار الدول الأربع بقطع العلاقات مع قطر جاء لدفع النظام القطري لتغيير سلوكه، مشيرا إلى أن المنطقة لا تزال تعاني من الإرهاب المدفوع من أنظمة تريد الهيمنة. وأضاف الشيخ عبد الله أنه يتعين التصدي لكل من يمول الإرهاب وعدم التسامح معه. قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية اتفقا على تعزيز الوضع الدفاعي المشترك للبلدين، بما في ذلك عبر تمليك كوريا الجنوبية معدات عسكرية متقدمة للغاية وتطويرها لها، واتفقا على تعزيز نشر العتاد الاستراتيجي الأمريكي في كوريا الجنوبية. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، وإن أعجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.